أود التأكيد بأن فرق العمل الحكومية وخلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر عزاز ترصد كل الملاحظات والاستفسارات الواردة إليها من المواطنين أو من المؤسسات ولا تهمل أيا منها. هناك قضايا مهمة قيد البحث والدراسة مثل استمرارية التعليم لطلبة الجامعات والمدارس وامتحانات نهاية الفصل الدراسي وآليات العمل والدوام خلال شهر رمضان المبارك ورواتب العاملين في القطاع الخاص وغيرها من القضايا الأخرى التي يتكرر السؤال عنها بشكل يومي، وسنعلن عن قراراتنا حول هذه القضايا فور اتخاذها بشكل رسمي. أيضا تتم دراسة عودة بعض المنشآت الإنتاجية والخدمية إلى العمل بشكل تدريجي بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، وسنعلن عنها في حينه. بشأن الحظر الشامل الذي قد نلجأ إليه خلال الأيام المقبلة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم ولتمكين فرق التقصي الوبائي من أداء دورها بكفاءة وفاعلية، أود أن أشير إلى أننا لم نحدد مدة هذا الحظر أو موعده حتى الآن، وسنعلن عن ذلك فور اتخاذه. وما يتم تداوله من معلومات حول فرض حظر شامل لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم غد غير صحيح. الدور الأساس في هذه الأزمة أن نقدم لكم المعلومة الدقيقة في أقرب وقت ممكن، وهذا ما نسعى جاهدين لبلورته على أكمل وجه، لكن في بعض الأحيان توفير المعلومة الدقيقة قد يحتاج إلى وقت من أجل البحث والتمحيص والتدقيق. ما نأمله منكم أن لا يتحول الوقت الذي تتأخر فيه المعلومة إلى مساحة للتراشق أو الترويج للمعلومات غير الدقيقة أو الإشاعات، ونحن على العهد سنتحلى دائما بالمصداقية والشفافية ونضعكم بصورة المعلومات أولا بأول. وهنا أود أن أتوجه بالشكر الجزيل للزميلات والزملاء الإعلاميين على تواصلهم الدائم معنا وحرصهم الكبير على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وهذا ينم عن حس كبير بالمسؤولية ومساندة جهودنا في هذه المحنة التي نسأل الله أن تمضي سريعا. وأهيب بالزميلات والزملاء الإعلاميين مساندة جهودنا في التصدي للإشاعات والأخبار المغلوطة والوقوف بوجه حالة التراشق التي نراها في بعض الأحيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما تظهر أي قضية تشغل الرأي العام. كما نأمل من جميع المصابين أو المشتبه بإصابتهم أو الخاضعين للحجر أو المخالطين أن يلتزموا بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة وإجراءاتها، وأن لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية أو يعرضوا غيرهم للمخاطر الصحية. كما نهيب بكل من لديه معلومات عن حالات اشتباه أو مخالطة لمصابين أن يبادر فورا بإبلاغ وزارة الصحة أو الدفاع المدني على الرقم 193، وكل من يثبت إخفاءه لأي معلومات يعرض نفسه للمساءلة القانونية. أيضا نكرر مجددا أن المرض ليس عيبا، بل العيب أن نخفي ذلك وأن نعرض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر. ختاما نقول حماكم الله وحمى صحتكم وأحباءكم وحفظ الوطن وقيادته والإنسانية جمعاء من شر هذا الوباء. نجاحنا بالتزامكم.